نوافيكم بمجريات هذا الشوط. الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مرة أخرى، ولكن أحييكم على هذه الانطلاقة الرئيسية اللي تعني أقوى وخيرة البكار الإذاعة لأصحاب السمو الشيوخ في هذا المهرجان. ويسرني ويشرفني أن أرحب بالقدوم الكريم المشرف لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليرعى معنا هذه الانطلاقة. يا سلام يا سلام، شوط القمم وشوط التاهيل وشوط الناموس وشوط الدلة وسيارة تيوتا ستيشن جي مقدمة من اللجنة المنظمة للسباق للي تاخذ الناموس وتحتله، وشعارات أصحاب السمو الشيوخ تتراقص على أرضية ميدان الشحنية مع بداية أول كيلومتر من الستة كيلومترات المقررة لهذا الشوط. هذه المقدمة، هذه مقدمة الشوط، وهذه بلشة، وهذه بلشة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ صحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني تتولى القيادة، تتولى القيادة بهذا الشوط الرئيسي اللي يعتبر هو أقوى شوط في هذا المهرجان لسن الإذاع وبالأخص للبكار. هذه بلشة لسمو الشيخ صحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، مضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني، مضمر السيف، ولا أنسى بأن هذا الشعار هو شعار السيف اللي فاز بالشوط الرئيسي للإذاعة جعدان. المركز الثاني ضيف على بلشة وتعود ملكيتها لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولكن لم يحضرني اسمها ولا حتى معلومات عن مضمرها حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة. أتمنى من المضمر أن يوافينا بمعلومات عن المملوكة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هيان اللي تحتل بهذه اللحظة المركز الثاني. المركز الثاني نقله إلى المركز الثالث، نقله إلى المركز الثالث أيضا نفاجأ بأن معلوماتها ليست متواجدة معنا بالكشف الخاص لأصحاب السمو والشيوخ. نقله إلى المركز الرابع، الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم اللي هي سمحه ويضمرها السيد مسري بن سالم بالعرطي، وهي ضيفة قادمة من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة. دور المركز الخامس، دور المركز الخامس، دور المركز الخامس، واللي صورها زميلنا راكان الرواد الكادر التحتاني على الهواء مباشرة، هذه حق صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اللي هي ضبية، ويضمرها السيد أحمد بن راشد بن سبت الخيالي، وهي ضيفة من الإمارات. وأتليها تليها في المركز تليها في المركز السادس، المركز السادس هذا يبدو لأن شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، المضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم، وأيضا لها وجود كبير بهذه المنافسة. بينما نقله للمركز السابع، المركز السابع الله يا سلام يا سلام، هذه التماس، هذه التماس لسمو الشيخ سحيم، لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، المضمر السيد ناصر بن مسفر، وانصبت عليها الترشيحات. الدور دور المركز العنود، دور المركز اللي تحتله العنود وهو المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، المضمر السيد أحمد بن سلطان السويدي، وأيضا ملاحقة لشعار سمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. أتمنى أن نعطى المجال، أتمنى أن نعطى المجال للتعليق. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للمراكز العشرة الأولى بهذا الشوط، وهو أقوى شوط،
أقوى شوط وعودة إلى المقدمة، عودة إلى مقدمة الشوط لنرى القمة في التنافس وقمة والمعركة الشريفة على الدلة دائرة، على الدلة الذهبية دائرة. يا سلام يا سلام، شعار ضيوفنا من مدينة دبي يتربع على عرش المقدمة كما نرى على شاشة التلفزيون وعلى الكادر الفوقاني، وهذا شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم المضمر السيد مسري بن سالم العرطي. أتمنى أن يفسح للمجال، أتمنى أن يفسح للمجال لنتواصل مع هذا الرقص اللي أمامنا وهذا العرض التلقائي. يا سلام، شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اللي تتقدم اللي تتقدم واسمها ضبية، تعود عملية التضمير عند السيد أحمد بن سبت الخيالي من خيرة المضمرين، وتلاحقها أيضا ضيفة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم من ضيوف الميدان. انتظروا المزيد من المفاجآت. المركز الثالث، دور الثالثة، دور الثالثة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، إذا ما خانتني المعلومة. الله، يا سلام، هذا الرقص اللي أراه من التماس، انتقلت إلى المركز الثالث بكل قوة والختام ما زال مقبوض. التماس تعود ملكيتها لسمو الشيخ حسين بن عبد الله بن خليفة الثاني مضمر السيد ناصر بن مصر، تليها في المركز الرابع العنود وهي اللي فازت بالكؤوس الكبرى والمناسبات الكبرى لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مضمر السيد ناصر بن مسفر الشهواني، والدور دور الخامسة لسمو الشيخ طحنون بن محمد للشيخ ذياب بن صغان، انتقلت للمركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان المضمر السيد عبد الله بن من، يعني ما مو معقوله يحطون عبد الله بس، ما عندنا معلومات عن مضمر، ما عندنا معلومات عن مضمر. هذه للسيد عبد الله بن حزيم مضمرها اللي تحتل المركز الرابع والمركز الخامس، اللي هي التماس لسمو الشيخ حسين بن عبد الله بن خليفه آل ثاني ومضمر السيد ناصر بن مسفر، وعوده الى مقدمه الشوط. الله الله، الدلة الذهبية الظبي مشاهدينا الأعزاء قادمة وعانية من ميدان ند الشبا لتشارك بهذا الشوط خصيصا، والظبي أمامها كيلومتر على خط النهاية مملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر الكبير في التضمير اللي هو فيصل بن طالب بن شريم. الدور ضبية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في المركز الثاني، وتنافسها منافسة قوية، ويضمرها السيد أحمد بن سبت الخيالي الثالثة اللي هي العنود لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني يضمر السيد ناصر بن مسفر. يا سلام يا سلام، هذا الرقص اللي نراه، هذا الرقص اللي نراه، ويا هل ترى، يا هل ترى، هل هناك خطورة تقدمها الضبية. الضبية والعنود بكل قوة تنقضان على الضبي. يا سلام، شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حقق بطولة اللقاية، ومن المحتمل أنه أيضا يتحقق أن استمرت ضبية، ولكن العنود وضبية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، ويضمرها السيد أحمد بن سبت الخيالي، والعنود المية متر الأخيرة أمامنا ما بين أبطال الإمارات وما بين أبطال قطر المنافسة. وتهانينا لأبو خليفة، تهانينا لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على فوز الضبية بالشوط الرئيسي والدلة، والمضمرها أحمد بن سبت الخيالي. الثانية العنود لسمو الشيخ حمد لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مضمرها ناصر مسفر. الثالثة الضبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم. الرابعة بن صغان لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. وفي المركز السادس
لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الثامن ايضا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم او لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، المركز العاشر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان. تهانينا الى مقام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الامارات العربيه المتحده الشقيقه على هذا الانجاز الثاني على التوالي في الاشواط الرئيسيه. تهانينا، هذه الضبيه فازت فوز كبير وقطعت مسافه 6 كيلومترات في 9 دقائق و37 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا، نزفها مرة أخرى إلى مقام صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأزف الناموس والتهاني إلى مضمرها السيد راشد بن سبت الخيالي على هذا الاستعداد التام للقاء. تهانينا لأشقائنا في مدينة أبو ظبي والإمارات بشكل عام. الثانية، العنود قطعت المسافة في 9 دقائق و37 ثانية و15 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا على أداء العنود الممتاز إلى سمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني ولمضمر العنود السيد ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الثالث، الظبي قطعت المسافة في 9 دقائق 38 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا أيضا مزفوفة من هنا إلى وزير المالية والصناعة بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وتهانينا لمضمر الظبي السيد فيصل بن طالب بن شريم. هكذا أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، هو إنجاز كبير لأبناء الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأهيل قوي للثلاثة المراكز الأولى إلى سباق التحدي. ونبارك لأشقائنا بالدلة الذهبية وهذا الناموس.